نعم افرزته هذه المباراه الاولى، وان المغرب الان يتصدر ترتيب المجموعه ديالو من ناحيه المباريات الوديه. نعم. فاز هو والمنتخب البرتغالي، تعادل المنتخب الاسباني نقطه واحده، والمنتخب الايراني صفر نقطه. وهذا الشيء كيتحسب السي بدر الدين؟ ممكن، علاش لا، مؤشرات مؤشرات. نقدر نقول لك اننا نفوتهم كثير، لان المباراه القادمه نتمنى يفوز فيها كذلك المنتخب المغربي.